بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو: سبب التأخر المأمول في تلقيح أمهات الأرانب. يحدث هذا التأخر في نظام التلقيحات، وكما كان يأمل المربي أنه يتم بطريقة متتابعة فورية بعد كل ولادة دون الأخذ في الاعتبار لأي عوامل تحول ذلك أو لا تتناسب أو تؤثر في عدم قبول التلقيح. ومن هذه العوامل التي تغيب عن فكر المربي هو عامل عدم الاهتمام بضرورة تقديم الأم للتلقيح وهي في كامل صحتها وخالية من أي مرض أو ضعف. فلو حتى وقبلت الأم هذه التلقيح وهي ضعيفة، فحتما سيؤثر ذلك بعد ولادتها، وستجد متمثلا في ظاهرة عدم رعايتها لخلفتها، نظرا لما عانته من جهد أثناء حملها في التغذية لجسمها الضعيف، بل وتغذية الأجنة أيضا، فيكون ذلك حمل ثقيل عليها، وتكون منتظرة الولادة بفارغ الصبر للتخلص من هذا الحمل والجهد عليها. عامل آخر: تقديم الأم للتلقيح المبكر بعد الولادة دون مراعاة لعدد خلفتها التي ولدتهم وسترعاهم بالرضاعة، سيكون ذلك بالإضافة لجهد تغذية أجنة أخرى في نفس الوقت حال تلقيحها المبكر، وهذا مما سيؤثر على صحتها ويعوق التلقيح المأمول. يعوق التلقيح المأمول بعد ذلك، ولك أن تتخيل حدوث ذلك في أكثر من أم بعنبر المزرعة. هننتقل للنقش الشق الثاني، ردود على وتعليقات على استفسارات المربيين الأرانب. ففي سؤال بيقول: كم من المدة التي تضع أرنب مع الذكر حتى تحمل، وكيف نعرف إذا كانت حامل؟ أصول التربية الحديثة بالنسبة للأرانب، إذا كنت بتربي في أقفاص طبعا، وده اللي هو المفروض عشان بيبقى العملية منظمة، فلازم المربي ينقل الأم أو الأنثى لمكان الذكر عشان تتلقح. لازم يقف يشوفها بعينه، ما عينه نظره ما يبعدش عن عملية التلقيح دي. ليه؟ لأن التلقيح بيتم في لحظة، فأنت في لحظة التلقيح وأنت شفتها بتسجل تاريخ التلقيح عندك عشان تتابع بعد كده المراحل المترتبة على التلقيح ده وتجهيز بيت الولدة والكلام ده. فمفيش حاجة اسمها تسيب الأم مع الذكر. الكلام ده طبعا معظم الناس بتستخدمه في الطريقة الأرضية، وده مش كويس، لأن انت هتبص تلاقي الذكر ده بعد فترة بسيطة ما يعني خصوبته قلته، ما ينفعش. وبعدين برضو انت مش هتبقى متأكد حتى لو انت مبيت الأم معاه أو حاجة زي كده إنها تلقح. ده بالنسبة لعملية المدة. بيقول: وكيف نعرف إذا كانت حامل؟ هو حكاية إنك تعرف إنها حامل المتعارف عليه في الكتب القيام بعملية الجس. وعملية الجس دي نظرا لأنها بتحتاج صوابع حساسة جدا، لأن ممكن لو المربي مش دارس أو مش عارف أو مش مستعد، وتكون عملية الجس دي منه هو بطريقة خاطئة، فيموت الأجنة جوه، لأن الأجنة في عمر من بعد 10 أيام و14 يوم بتبقى زي في حجم البلية وجسم رخو، فإذا فعصته ومات فطبعا العملية خاطئة. وأنا كنت ما بستخدمش الطريقة دي طبعا،
وكنت بستخدم البديل بتاعها، وده هتلاقيه أنا منزله في الحلقة رقم 43. سؤال تاني بيقول: الأهل الخبرة عندي أرنبة ولدت وما رضعتش عيالها، مع العلم إن الأرنبة عدت ميعاد ولادتها بيومين. أولا سيادتك مش محدد ميعاد الولادة كان على اليوم الكام وكده، ولكن برضو عشان المعلومية للناس، الأرنبة ممكن تولد في اليوم من 29 ل 33 34، يعني عندك الرينج ده كله ممكن تولد فيه. دي حاجة. الحاجة التانية بتقول ايه؟ ما رضعتهمش. هي مش هترضعهم قدامك ولا قدام اي حد، لان عملية الرضاعة دي مش عايزة القلق والخوف والكلام ده. دي حاجة. الحاجة التانية انت مش هتقف قدامها ال 24 ساعة عشان تشوفها رضعتهم ولا لا. الرضاعة هتاخد منها وقت من 3 ل 5 دقايق، وتخرج تقعد في بيت الولد في الحوش بتاع الملعب، يعني بتاع القفص. سؤال تاني بيقول: هي الأرنبة لما بتخبط برجليها سببه إيه؟ طبعا الأرانب اللي بتخبط برجليها إذا كانت أنثى دي بيبقى سبب مثلا الخوف أو القلق أو الاعتراض، أما إذا كان ذكر فده بيبقى علامة لأنه على استعداد للتلقيح. أخيرا، إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد، وتقبل سلامي وتحياتي.